ورحمة الله تعالى وبركاته. انطلق أيها الحفل الكريم الشوط السابع بتعداد أشواط هذه الأمسية مع منافسات وتحديات أمسية الرموز. انقضت أشواط الرموز، انقضت الأشواط الستة التي تابعنا بها المنافسات والتحديات، شاهدنا بها الانطلاقات وقوة وحضور هذه الشعارات والأسماء الكبيرة التي تواجدت وحضرت وقدمت ما يرضي جماهيرها بالتحديات والمنافسات، ليكون للتواصل وللمنافسة حديث وبقية مع انطلاقة الشوط السابع المخصص للثنايا الابكار. مسافة 8 كيلومترات هي المسافة المرافقة لنا بالتحديات. تندفع هذه الشعارات، تنطلق هذه الأسماء باحثة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. هذه الأسماء تبحث عن تحقيق نقطة ثمينة وقالية وإنجاز يسجل للأعوام مع تحديات وانطلاقات تحديات هذه الشعارات الحاضرة. لنبدأ معكم وبحضراتكم بالوصف التشكيلي للأسماء المنطلقة لأتابع على المركز الأول. مشكورة على البداية تعود الملكية لسعيد جابر بن عبد الله الحربي، من يقدم لنا مشكورة بالانطلاق مع المركز الأول. المركز الثاني القادمة الوطن فهد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري، يقدم لنا بسلعان تحديات الوطن على المركز الأول بهذه اللحظات. المركز الثاني مشكورة الحربي. المركز الثالث القادمة مشاهدينا الكرام المنطلق إرث، تصل مشاهدينا الكرام، تصل ويصل شعار الأنيق ناصر بن عبد الله المسند، ليقدم لنا شعاره مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع مشاهدينا الكرام قدوم من قبل شعار الدعية، تصل شواهين بهذه اللحظات ليتقدم علي بن سالم بن سنيد الدعية مقدما لنا شعاره بتحديات المركز الرابع. المركز الخامس الوصول من قبل نهج القاتمة بشعار بن مقارح، ليبدأ الانطلاق من قبل شعار علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح مع المركز الخامس. لكن المركز الخامس ينخطف بين هذه اللحظات من قبل وصول وتقدم مشاهدينا الكرام من قبل نهب حمد بن قنازل بن مسلم العامري، من يقدم لنا بن قنازل تحديات نهب وصلت لتنهب المراكز بانطلاقتها وباندفاعتها بهذه اللحظات. هذه الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتنافسة والحاضرة بتحديات وانطلاقات شوطنا المنطلق. الله يا الأسماء القوية الحاضرة والمتنافسة والمنطلقة والمندفعة مع تحديات البداية. وخلف الخمس نتابع هنالك أسماء تتواجد بهذه المسيرة، نتابعها ونراقبها عبر رصد ونقل وحي مباشر من قناة الريان الفضائية مع الكادر السفلي. نتابع تحديات الأسماء والشعارات القادمة، لكن نعود إلى البداية لنتابع مجريات المقدمة، لنتابع مجريات الصدارة، لنرى تحديات المركز الأول. الوطن على البداية، الوطن تتقدم مع المركز الأول، تحضر ويحضر شعار فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري على المركز الأول مع البداية والانطلاق ومع القيادة السليمة لمجريات تحديات المركز الأول. يقود كتيبة المركز الأول. المركز الثاني القادمة نهج واصل
الأمثلة بشعار من مقارح ليتقدم هذا الشعار الشطرنجي، ليبدأ بملاعبة الشعارات، ليبدأ بلعبة الشطرنج بتخديم نهج على المركز الثالث، لتكون حاضرة وحاضر علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح، باحث عن جني الأرباح، باحث عن النجاح كما اعتادوا جماهير هذا الشعار بتخديم ما يرضيهم بالانطلاقات الكبيرة مع تحديات شعار بن مقارح. المركز الثالث القادمة مشاهدينا الكرام مشكورة، وضعوا الصورة على مشكورة لأنها من الأسماء الخطيرة، لأنها من الأسماء المثيرة، لأنها ضيفة قادمة من دبي من دولة الإمارات، حاضرة وحضورها لابد أن يكون له إنجاز وبصمة بالانطلاقات والتحديات. مشكورة تعود الملكية لسعيد بن جابر بن عبد الله الحربي مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع شوحين القاتمة بهذا الشعار، شعار الدعية، شعار يملأ العينين بانطلاقته بتحدياته بتواجده بانطلاقته وحضوره مع المركز الرابع، لينطلق علي بن سالم بن سنيد الدعية مع المركز الرابع شعاره. المركز الخامس اللي تسللت لأول نداء حضرت مشاهدينا الكرام الحذرة حذاري من بجهويل القادم بهذا الشعار، من يقدم لنا الحذرة القادمة مع المركز الرابع. تابعوا وراقبوا هذه البطلة الحاضرة بتحدياتها، محمد بن حمد بن محمد الجهويل المري، من يمتلك الحذرة على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع مشاهدينا الكرام التقدم على المركز الخامس من قبل شوهي لعلي مسال بن سنيد الدعية على المركز الخامس. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى، للأسماء الحاضرة، للأسماء المتواجدة، للأساطير، للعمالقة، للأبطال، للفطاحلة، للمضمرين. ماذا يقدمون؟ ماذا يقدمون؟ ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ أبناء الشحانية على المقدمة، أبناء الشحانية على الصدارة، أبناء الشحانية يقدمون لنا الوطن على المركز الأول، الوطن على البداية، نهج على المركز الثاني. بن سلعان بن مقارح بن مقارح بن سلعان المركز الأول، الوطن الحاضرة بتحديات البداية، الحاضرة بتحديات المقدمة، الحاضرة بالانطلاق الفريد على المركز الأول. تتقدم الوطن وتحضر بحضور الأبطال بحضور الأقوياء، ليكون الحضور مع الوطن. الوطن غالي يا بن حنيتم، الوطن غالي مع تحديات الوطن، ومن أجل الوطن سميت الوطن بمسماها الفريد، سميت الوطن بهذا المسمى الكبير ليكون لها الحضور مع المركز الأول. وكأني ببن سلعان أسمعه يردد هذا الوطن يفداه دمي وحالي، هذا الوطن يفداه دمي وحالي، ياما وياما من كفوف المكارم عطانا. هذه هي الوطن تتقدم بانطلاقة المركز الأول، تتواجد مع الصدارة، تتواجد مع القيادة. المركز الثاني أتابع مشاهدينا الكرام نهج الحاضرة، نهج القادمة بشعار المقام على المركز الثاني. يتقدم علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارع، من يقدم لنا نهج بنهج تراث الآباء والأجداد، يقدم لنا نهج على المركز الثاني. المركز الثالث القاتمة مشاهدينا الكرام الواصلة برلين سالم بن سعيد بن منانة بن غدير الكتبي على المركز الثالث. هذا المتحدي قادم ليقدم لنا سالم الإمام السلامة، من يقدم لنا ضيف البلاد تحديات وانطلاقة برلين، برلين القادمة على المركز الثالث. المركز الرابع الواصلة مشكورة سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي مع المركز الرابع. المركز الخامس
وتابع مشاهدينا الكرام الواصل الحذرة محمد بن حمد بن محمد بن جهويل، لكن شوف القدوم، شوف الوصول، التعية قادم، المسند قادم، الأنيخ يصل بهذه اللحظات ليقدم لنا من تحمل الرقم 5، ليقدم لنا هذه البطلة الحاضرة بهذه اللحظات لتكون معانقة للنجوم 5 بانطلاقتها على المركز 5 بهذه اللحظات. وأتابع أيضا، أتابع سعيد بن راشد الزعبي من يقدم لنا أذكار بدأت تبين في آخر الأمتار، لتكون حاضرة بتذكار هذا الشعار، بذكريات شعار الزعبي، من يقدم لنا بإنجازاته الماضية والحاضرة بحضور الأبطال يتقدم هذا الشعار. وكذلك أتابع أمجاد القاتمة، شعر عبد الله بن ناصر الشنجل قادم بهذه اللحظات، لكن أعود إلى البداية، أعود إلى المقدمة لأتابع، لأرى، لأستمتع، لأتأمل، لأراقب تحديات نهج تلاطمت الأمواج، حضرت الشعارات، حضرت الأسماء، تقدمت بهذه اللحظات نهج على المركز الأول بقدوم الأبطال، بطلة متوجة، أسطورة حاضرة بالانطلاق مع المركز الأول. الله يا نهج على المركز الأول، علي بن حمد بن مقارع المركز الثاني، القاتمة بهذه اللحظات برلين سالم بن سعيد بن منانة، لكن الواصلة إرث قاتمة. الله يا من تتابع، يا من تراقب هذا الموروث إرث، ولكن الأنيق على المركز الأول. شوفوا الأسماء اتحركت في هذه اللحظات، سيارة يا أخوان، سيارة بالانتظار، بدأت الإثارة. الأنيق بن مقارع، الدعية الشنجل بن منانة الشنجل، الدعية المسند. الله مشاهدينا الكرام، ارث الله، نهج وارث، ارث ونهج، بن مقارع المسند، الشنجل قادم، اللحظات النهائية، الخيالي، رجل الأمتار النهائية، رجل الخطوط النهائية، لكن المسند، قبس ناره، الأنيق، ملك السيوف، المقامر، سعيد بن بطي الزعبي، تابع لنا إرث، من حققت بعد تحديات المركز الأول، من حققت إرث هذا الناموس المميز، يسعد مساك الأنيق، يسعد مساك المسند، سلام يا ملك السيوف، سلام يا المقامر، سلام على هذا الفوز المستحق وعلى تحقيق إرث للمركز الأول وتحقيق النقطة الثانية في هذا المساء لهذا الشعار. المركز الثاني وصلت سمحة لأحمد بن مطر بن ماجد الخيالي. المركز الثالث كان الوصول من قبل نهج لعلي بن حمد بن راشد بن مقارح. المركز الرابع وصلت أمجاد لعبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. المركز الخامس كان الوصول من قبل شوهين لعلي بن سالم بن سنيد الدعية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا المنافسة، تابعنا التحدي، تابعنا الحضور ما بين هذه الشعارات المتواجدة، ولكن الكلمة كانت مع أبطال الشحانية ومع أبناء الشحانية، من قدموا لنا إرث، من حققت المركز الأول وخطفت سيارة هذا الشوط لتكون هي الصانعة، وهي من أبدعت بصنع الإثارة بهذه التحديات والانطلاقات. هذه هي إرث القادمة إلى خط النهاية، محققة المركز الأول، مهدية الأنيق وجماهير شعار الأنيق هذا الناموس المسائي الكبير. 12/49/77 جزء من الثانية. التهاني والتبركات لناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول من قبل سمحة، 12:51/13 13 جزء من الثانية. التهاني والتبركات نزفها لأحمد بن مطر بن ماجد الخيالي. والمركز الثالث
كان الحضور من قبل ناهج توقيت الزمن 12:51:45 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لعلي بن حمد بن مقارح من قدم لنا نهج وحظت على المركز.